أحمد الموسوي عضو اتحاد الكرة يقول بنسبة كبيرة جدا المدرب القادم لأسود الرافدين سيكون عالمي شاب واسم كبير في عالم التدريب، مع عدم استبعاد خيار المدرب المحلي والاختيار سيكون للأفضل وحسب رؤية لجنة المنتخبات واللجنة الفنية والمستشارين. السلام عليكم شباب، وياكم أنس أخبار المنتخب العراقي. قبل ما تكمل الفيديو صلي على النبي محمد وآل محمد، سوي لايك للفيديو، اشترك بالقناة، فعل الجرس، شارك المقطع لأصدقائك ليصلكم كل جديد. طبعا العراق احنا بكل شيء فزنا على الإمارات، بكرة اليد فزنا على الإمارات، بالمنتخب العراقي فزنا على الإمارات، بالصالات فزنا على الإمارات، وآخر البارحة الجوية فاز على الجزيرة الإماراتي في دوري أبطال آسيا في أول مباراة للقوة الجوية بنتيجة 2-1. يعني بعد بشنو نفوز عليكم؟ هاي لين رفضوا اللعب بالعراق، فالعراق انتقم منهم حسب الرياضات المختلفة. طبعا الجوية فاز على الجزيرة الإماراتي في السعودية، انتهت المباراة بنتيجة 2-1 للفريق الجوية. سجل الهدف الأول حسين عبد الجبار والهدف الثاني علي كاظم في الدقيقة 80. إبراهيم بايش عبر حسابه الانستغرام بعد فوزهم على الجزيرة الإماراتي في إشارة لجماعة الخلطات في التعليقات، وين اللي قالوا هاتوا خلطناه. شنو رأيكم بأداء إبراهيم بايش في مباراة الجزيرة الإماراتي؟ تصريح منتظر لاعب الجوية يقول نطمح للمزيد من الانتصارات والتأهل للوصول إلى أبعد نقطة. الحارس علي خصيف حارس مرمى الجزيرة الإماراتي يقول نبارك فوز القوة الجوية وخسارتنا بمثابة جرس إنذار في المسابقة. محلل قنوات أبوظبي الرياضية أحمد الحوري يقول الكرة العراقية تفوقت على الإماراتية على مستوى المنتخب والأندية، وحتى الزوراء كان أفضل من الشارقة لولا طرد الحارس جلال حسن. تصريح حكيم شاكر بعد فوز الجوية على الجزيرة الإماراتي يقول باللاعبين الذي اتهمهم البعض بتزوير وإكسباير وبعقلية المدرب المحلي، هاك أول فوز. شنو رأيكم بتصريحه؟ ريال مدريد يستهدف الاقتراب من لقب الليغا عندما يستضيف اليوم خيتافي، المباراة ستكون في الساعة 10 مساء. نهاية الفيديو أحب أشكركم على تفاعلكم بالقناة، اشترك بالقناة، فعل الجرس، شارك المقطع لأصدقائك ليصلكم كل جديد. كان معكم أنس، في أمان الله نلتقي بفيديو جديد.